كينكي. سيدة تتجول عارية على جسر باي وتخلع ثيابها. تمت مشاهدة سيدة تتعرى من ثيابها على جسر باي مساء يوم الأربعاء في سان فرانسيسكو. كانت الساعة 6 مساء عندما قررت السيدة التي بقي اسمها مجهولا أن تركض على الطريق، ولتزيد الطينة بلة بدأت بخلع ثيابها بينما كانت تمشي على المنصف. وفي نهاية المطاف خلعت السيدة كامل ثيابها. لقد استغرق الحادث 20 دقيقة بينما كانت الشرطة تراقبها، ونتساءل ما الذي كان ينتظره رجال الشرطة لاعتقالها. لابد أنهم كانوا واقفين باستعداد بينما كانت السيدة تمرح عارية. رمت الشرطة على السيدة بطانية وحملوها إلى السجن. أما الصور فقد تم نشرها على فيسبوك وتويتر من قبل المارين. وتفيد الشرطة لمجلة سان فرانسيسكو كرونيك بأنهم نقلوها إلى مصحن عقلي بهدف إجراء فحوصات طبية. أما ثيابها فما زالت في مكان ما على الجسر. فما رأيكم يا سادة